منذ بدء القتال في غزة في 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 46,000 إسرائيلي جرى تسريحهم أو منحهم إجازة من دون أجر، بحسب ما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن بيانات وزارة العمل الإسرائيلية. الصحيفة قالت إن 760,000 إسرائيلي، أو ما يعادل 18% من القوة العاملة في إسرائيل، توقفوا حالياً عن العمل بسبب انضمامهم للخدمة الاحتياطية بالجيش أو لأنهم يعيشون في بلدات غلاف غزة. وفق بيانات الجيش الإسرائيلي، تم تعبئة نحو 360,000 جندي احتياط وإجلاء 250,000 إسرائيلي من منازلهم، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على حجم القوى العاملة. وأبرز القطاعات المتضررة كانت قطاع التشييد والبناء وقطاع السياحة والضيافة وشركات التكنولوجيا وشركات إنتاج الغاز الطبيعي. الخسائر الاقتصادية في إسرائيل وصلت إلى 10 مليارات دولار منذ بدء الحرب. البنك المركزي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد من 3% إلى 2.3%، فيما توقع عدد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي لإسرائيل بنحو 15% مقارنة بانخفاض بنحو 4% فقط خلال الحرب على غزة في عام 2014 و5% خلال الحرب مع لبنان عام 2006.